ما قصر. أنا كني شفت يد. علمك على طاري. ويوم جاني الرباط قال أبويا والله ما عاد طبها. على طاري الدراسة أنا كنت ناجح جدا يعني. لدرجة وش هو؟ اختبارات أجت اختبارات النهائية ما ذاكر. كنت يعني نمبر 1 في الدراسة. كنت ذاكر أول بأول. ما ذاكر. فاهم. والله ما افتح الكتاب. يا ابو يا ولد كتت ولا ما ذاكر امي اكون امك كنت ايش تسوي شلون تنجح عندي ليش كنت اقرا ما احفظ يعني كنت اقرا جوني اسئله مختصره كذا اقرا وسكر الكتاب لا رحت هناك يغشون مني العيال لاني انا توبون فيهم فثاني ثانوي من قوة ماني بصدق ناجح ودهور اخذت 7 مواد الفصل الاول ضعيف داج ففقدت الامل فيني امي قالت ليه وانا قدرت اني والله يا عيال جاني صدق صدام انا استغربت انك الاول صدمت يعني انا صدمت انا انسان ناجح شلون اخذ 7 مواد الفصل الاول يعني الفصل الثاني اتخابر النظام القديم شله يا ويلك صار 14 حمل وخرابيط ما عندنا تختبر الفصل الثاني تدسم يعني يصير عندك اختبارين يعني انك تنجح يعني انك تعيد سنه عاد انا موت الاعاده يا ليت هذا الحين اعاده سنه ايه وانا ارجع وانا شد حيلي ما ذكر طبعا شديت حيلي وانا انجح والله العظيم من نجحت جيد طبعا من قوه الصدمه امي ذبحت هذه بيحتين من ذي ثلاث 10 ما تبي تبلشبك بالاجازه هي ما تبي لا ما ابي بلشبك لا ما عندنا نظام انت يا رجل ما في ترى انا نظام قديم ما في تعيد سنه دايركت سقطت تعيد سنه من دوره القديم فالحمد لله الدراسه انا كنت جيد فيها الحمد لله انا كنت دافور مصري اصف ثالث